ضروري جدا يا بنات، ضروري 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 انه يكون عندك قطاعه خاصه للدجاج وسكينه ومقص، يكون هذا كله خاص بالدجاج وتكتبين عليهم عشان ما تنسين او ينسى اي احد يستخدم. فلازم نكتب هنا ان للدجاج والقطاعه ايضا والمقص، ضروري يكون في اغراض خاصه للدجاج. الحين عاد بقول لكم وش الاجزاء اللي انا اشيلها من الدجاج، وكل واحد حر بطريقته، لكن انا اقول لكم انا طبعا اشيل الذيل نهائيا، مره ما اخليه، اشيله من البدايه اليوم من هنا اشيله كامل. ايضا اشيل الاطراف الزايده اللي هنا، واشيل من الداخل نفس العمود الفقري اللي متعلق عليه الكلى والكبد والقلب، كله هذا اشيله طلع برا، ما نطبخه نهائيا. ايضا لو تلاحظون انه الجناح في جزء بالاخير اللي هو هذا اللي يسمونه دبوس، هذا انا اشيله. وايضا من هنا بعد فتحة الرقبة، بعد هذه اللي هي الجلد الزايد، هذا كله اشيله. واحاول اني انظف الدجاجة من كل شيء فيها. طبعا افضل شيء عشان تشيلين اللي على الجلد، اذا انت بتفرزينها بجلد طبعا، انك تحطين ملح خشن ونصف ليمونة وتدعكين الجلد تماما عشان تشيلين كل الريش الزايد، والزفرة بعد اذا كان فيها زفرة او شيء يروح منها. فهذه طريقتي للدجاج يعني. بعد كذا عاد انقعها بالموية اللي فيها الخلطة الخاصة بالدجاج، اللي هي ملح الليمون وليمون وشوي خل وموية دافية، وبس انقعها فيها. شوفوا هذا المقصود بالعمود الفقري الخاص بالدجاجة، طبعا متعلق فيه كل شيء، الكبد، الكلى، القلب، كل شيء فيه. شايفين كيف؟ فأنا صراحة أشيله، وأشيل معاه بعد جزء من الذيل، هذا الذيل لحالة وهذا نهاية الذيل. أيضا هذا الدبوس اللي أنا أشيله، والباقي عاد كله من زوائد الجلد. يعني أنت تحسين أنك قاعدة تنظفين الدجاجة أو ترتبين شكلها بالأصح، ترتبينها يعني، فتشيلين كل هذا الزايد، هذا كله جلد ما في شيء، حتى اللي تحته شحم. طيب لو انا حابة اخلي الدجاجة كذا كاملة، يعني ابيها مثلا محشي مشوي شيء، ابيها كذا كاملة، شو الحل؟ الحل سهل مرة، لا تشيلين هذا، بس حاولي تنظفينه تماما من الداخل، تنظفين كل اللي داخل. في احد يخلي شوي زيادة في الجلد علشان يقدر مثلا يقفلها اذا كان بيحشيها مثلا او كذا، فيحط شوية من الجلد عشان يقدر انه يقفلها بسهولة. اما بالنسبة لي انا، فحتى لو بحشيها ما احب الجلد الزايد هذا، وعادي اخليها مفتوحة وهي محشية عادي، ما عندي مشكلة. لكن اهم شيء اني انظف اللي تحت هذا تماما، الجزء الداخل هذا كله لازم يتنظف مرة. تحاولين تنظفينه، تدخلين يدك كذا وتشيلين أي شيء قدامك، تشيلينه وتنظفينها وبس كذا، لو أنت حابة دجاجة كاملة.